ايه ايه وش فيك باليهال؟ والله مبروك يا بالهنا. والله الله يبارك بعمرك. ايه ما اشتريتها؟ والله ما صار الا يومين يا زلمه، مبسوط فيها مثل ما انا شايف. ما شاء الله، عروس عروس يا رجل. حبيب قلبي حبيب قلبي. والله شلون والله عجبتك ما عجبتك؟ معلم غياراتها عادي ولا اوتوماتيك؟ اوتوماتيك يا معلم، موديل هالسنه يعني. اوتوماتيك؟ ايه. 2000 شات؟ 2019. 2000 شات؟ 2019. بس شيء كويس معلم، شيء نظيف على الحمار. شيء يعني والله طلع ما في منه بالسوق كله، بتعرفني ما باخذ شيء غير انه يكون لحالي ولي بس يعني. سيدي ألف مبروك، والله كثير بسطت لك. الله يبارك بعمرك، فرحت لك من كل قلبي حبيبي يا حمودي. بعرف انا ولو يا زلمه، انا اول شخص لازم اشوفه هو انت. ايه ايه والله فرحان فيها كثير بشرف. روح انا طالعك فيها دوره. يلا ماشي روح روح قول يلا يلا. تركب سيارات وانا لا، ايش عليه؟ انا بفرجيك. النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فجلس مع الشيخ و قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب؟ كل الذنوب يا شيخ. الله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. حتى لو ما يصلي؟ ويعفو عن السيئات حتى لو كان عاق لأمه وأبوه. ويعفو عن السيئات حتى لو كان غارق في الربا. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لا إله إلا الله. شيخ علي يا ربي، والله من زمان أنا ناوي أتوب، بس كنت خايف إن ربي ما يقبل توبتي من كتر السرقة والذنوب والمعاصي اللي عملتها. اسود على قلبي، أنا لازم أتوب يا ربي تغفر لي. لازم أتوب وأرجع للناس حقوقها. أنا لازم أرجع لربي، بلكي الله يغفر ذنوبي ورجع للناس كل شي سرقت منه. وأول واحد رفيقي اللي سرقته
يا رب يا رب يا رب انا راح اتوب، لازم اوصلك لازم. قالت رسلهم افي الله شك، قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يدعونا هو يدعونا، الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم، ماذا قال بعدها؟ إنه كان غفارا وإن عظمت الذنوب. الله، وصيغة غفارة يعني مو شوف غفار. يا الله، وإن عظمت الذنوب. أوحى الله إلى داود، الله يا داود لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم. والله ايوه. شو انت اللي اخذت سيارتي؟ يعني بدك ترجع السيارة هاي؟ لا لا ما مخبر عليك الشرطة، لا ايه رجع لي اياها، حطها قدام الباب ما في مشكلة، عليك الامان، لا تخاف ما رح اخبر حدا، خلص اعمل لك عليك الامان. تمام ماشي، على الساعة 4 ماشي. يلا سلام، خليني اخبر اخوي ونروح نلطيله، والله اطلع بروحك. الو ايه؟ قال يا ابن الحرام ساعدني ساعدني. خير يا اخي خير، شو صاير لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب خير 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 اخي خير. ضربوني. مين ضربك؟ ما بعرف مين عالم، اخذوا لي مصرياتي وجهازي. حسبي الله ونعم الوكيل. ساعدني ان شاء الله. الله ينعم. خير شو فيك شو فيك؟ ساعدني. عم يوجعك بطنك؟ ايه. قوم اخذك على المشفى معي. قوم 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 صل على كتافي. حط حط. قوم اخي قوم. حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينعم. تعال تعال من قدام، تعال 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 تعال. اطلع اخي اطلع 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 اطلع، دير بالك حالك اطلع. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف شوف جايب السيارة وداخل. طول بالك طول بالك طول بالك. اسكت ولا حرف. امرك امرك راح انزل. جايب السيارة. امرك امرك. امرك بس بدي اقول لك كلمة. اوعك تحكي هاي القصة للناس. احسن ما يموت وينعدم الانسانية بين الناس وينقطع الرحم. جايب السيارة. خلص نازل نازل. نازل امرك. بس شي بدك اقطع. نزلت. هات جهازك معك. خلص خلص. الله لا يسامحك. بس بلاء بلاء معنا ما راح اتركك. يا ربي يا ربي سامحني يا رب، انا تبت لك يا الله، والله كنت ناوي ارجع السياره لاصحابها فعلا، ما نحربها بدون مثل ما سرقته انسرق مني. شو بدي اعمل يا الله؟ شو بدي اقول لرفيقي؟ شو بدي اسوي؟ كأنه هاي نفس سيارتنا؟ والله هي جاهز حالك. يلا. ايه والله. هاي شو هادي؟ هادي. وين انتو؟ قلت لي تعرف في موضوع لك تحكيني اياه. خيو امبارح اللي سارق سيارتي. ايه. شفناه بالشارع انا واخوي معلم. وقفناه ونزلنا فيه دعم. نزلناه من السيارة وضربناه ضربناه معلم. شو قتله؟ عشكو لبن. بالاخر حطيناه بالباكاج. لا والله بالسيارة وطلعناه حطيناه بالسجن. سلمناه للشرطة. والله؟ ايه والله.
الحمد لله الحمد لله لعين السيارة يا أخي. يعني هلا رجعتوا السيارة؟ بكرك عمي إن شاء الله. ألف الحمد والشكر لله، ألف الحمد والشكر لله. الحمد لله. شو الخير؟ شو صار معك؟ لا ماشي. يلا معادم، ألف مبروك عن جد، كثير بتمنى لك الخير. عن جد الله يوفقك ويسعدك حياتك وحياتك. حبيبي يا عمو، بعرف أنا هلا مشغول كثير. وين رايح؟ والله عندي شوية شغل. بدي أروح على الجامعة أصلي، لأنه ما ضل شيء لقد العصر. الله يتقبل خير، الله يتقبل. الله يرضيك. السلام عليكم. السلام. الحمد لله يا رب. الحمد لله نجيتني من هالفخ. عن جد لو اني مو تايب لربي لكان انفضحت بين الناس، وكان انفضحت عند رفيقي اني انا سرقته. الحمد لله انك خلصتني من هالفخ.